أمام الدمار الكبير الذي لحق بمطار عدن، تواصل قوات التحالف العربي عملية إعادة تأهيله لاستقبال الرحلات التجارية. وما زال المطار مقتصرا على استقبال الطائرات العسكرية وطائرات المساعدات الإنسانية. تقرير مراسلنا نبيل اليوسفي. حركة النقل تعود تدريجيا في مطار عدن الذي بدأ يستقبل طائرات الإغاثة والطائرات العسكرية بشكل شبه يومي. أعمال التأهيل والصيانة للمطار لا تزال متواصلة بعد تعرضه لدمار كبير جراء العمليات العسكرية الأخيرة في المدينة، حيث يتم تجهيز قاعات الانتظار في المطار ومدرج الهبوط وتزويده بأجهزة ومعدات حديثة استعدادا لفتحه أمام الطيران التجاري. لم نعلن المطار كمطار جاهز لاستقبال الطيران التجاري بالخالص، الآن نستقبل بشكل رئيسي طيران الإغاثة والمساعدات والنقل الجرحى. فرق الألغام تواصل من جهتها تمشيط محيط المطار لتطهيره من الألغام التي زرعت فيه وتأمينه بشكل كلي، في وقت تتولى قوات التحالف العربي والمقاومة تأمين مداخل ومخارج المطار.